وطلعت من شيكاغو. طبعا زي ما انتم عارفين شيكاغو ثالث اكبر داون تاون بامريكا، يعني 3 ايام مستحيل تكفيك. الملحقية موقفة طلبات كثير علشان النظام الجديد في سفير 2، فصار لازم نطلع لهم، واليوم نطلع على ولاية ثانية. تقريبا المشوار من شيكاغو الى دي سي 12 ساعة ونص. ما اعتقد اني اقدر اكمل مشوار، تعبت مرة، ابي لي ساعة واوقف. ان شاء الله بكرة اكمل وياكم. وقفت وريحت وحين ماسك الخط نرجع نكمل. وش هالاجواء الزينة في سلسناتي يا شيخ؟ راجع لها ان شاء الله. راجع بسم الله. يلا نمشي. إياك أن تتخلى عن حلمك بسبب الوقت الذي ستستغرقه لتحقيق حلمك، لأن الوقت سيمضي في كل الأحوال. الطرق العدلة هنا لازم تدفع. كن قويا من أجل نفسك وحارب جميع الصعوبات بمفردك وابتسم، وإن سقطت فانهض، فإن وراء كل فشل نجاح. طلعنا من الهوستل على احلى صباح، جو اليوم رهيب كذا مقيم، ما في مطر ولا في شمس. ودخلت الملحقية، تفكر خلصت؟ ما في امل. طيب اول ما وصلت عند الملحقية ما قدرت ادخل الكاميرا علشان زحمة يا شيخ، زحمة، الطلاب كلهم اللي بامريكا رايحين الملحقية. وصلت الساعة 8:30، الملحقية تفتح 9، السرة لاخر الدنيا، 3 ساعات انتظر في اللاين علشان الدخول، بس نقطة تفتيش عشان تدخل. طيب بعد الدخول ايش بيصير؟ في سيرة ثاني. المشكلة مو من الملحقية، المشكلة يا عالم في سفير 2، النظام الجديد معلق، طريق كله ما استفدت منه شيء، رحت وجيت على الفاضي، مو من الموظفين، الموظفين بالعكس يبي يخدمك بأي طريقة، بس ما هي جاية تمشي. اللي استفدت منه اني رحت كروسفيت، كان قريب عند الملحقية، 5 دقائق. هذه أحلى شيء في السفرة. وطلعنا من الجيم اليوم كله بالملحقية، جيت هنا نطلع الحرة شوي. راح أقول لكم عن اسم الجيم، هذا كروسفيت جيم، يبعد عن الملحقية 5 دقائق، وطالع على الهوستل. راح أوريكم شنو الهوستل اللي أنا ساكن فيه. يلا يلا يلا. They have an app for a gym. You can download it. Go inside that gym for free. Yeah, let the coffee get up there. You park me until noon. Okay. Say hi, crazy driver. Please help him pay for his tickets. Thank you. Okay, that direction. Guys, thank you so much. مواقف ما في. قال لي روح موقف. أعطاني العنوان. ربع ساعة ماشي. قال لي وقف سيارتك هناك وتعال. يعني ما لي إلا هالحل. Anyway. غير كذا بيسحبون السيارة وتعال ادفع. الشيخ سلامات. مدينة كبرها ما فيها مواقف. البرد لا يوصف. ان شاء الله نوصل. مشوار طويل. How are you guys doing? Good, how are you? Good. I'm Hassan. How are you doing? How are you? What's your name? I'm David. David? What's your name? I'm Dimitri. What? Dimitri. Nice to meet you, nice Dimitri. To meet you, man. Let me Thank open you. The door for you. Yes, please. Open the door. Come I'm on. From Saudi Arabia. Yeah. Thank welcome, you. Welcome. Thank you so much. Oh, hi everyone. في كل مرة أسكن في هوستل أشوف شيء جديد أو أتعرف على ناس جدد. بس هذه النوعية من الهوستل شيء قريب، أنا أول مرة أشوفها وحبيت إني أجرب. طبعاً زي ما أنتم شايفين أسرة بس بغرف خاصة. يعني أغراضك الشخصية كلها تأخذها معك. نورك لحالك، المكيف لحالك، في كل شيء مفصول. تقريبا هذه أفضل هوستل سكنت فيه إلى الآن. جهزنا للطلعة، الحين لازم نمشي.
طلعنا من الهوستل راجع على السيارة، برضه نفس مشوار نفس ما مسكنا أمس، الوقت متأخر، صراحة صحيت متأخر حتى ما فطرت، لازم نلحق على الملحقية لأن السيرة طويل. أمس ما قدرت أصور زحمة الملحقية علشان كان زحمة كثير، فخليت الكاميرا بالسيارة لأني عارف إنهم بياخذونها مني بالتفتيش anyway. خلونا نوصل بس. يا شيخ وش هالمشوار؟ طلعنا من الملحقية يا شيخ أم الزحمة هناك. الموقع الجديد اللي هو سفير تو معلق كثير، موظفين صراحة ما لهم شغل في هالشيء. إن شاء الله خلصنا أمورنا وراجع بكرة دوام بري سيشن 3 أسابيع. عاد يقول لك الجوع كافر، ورانا خط الحين 10 ساعات على سنسناتي أوهايو.